يقضي مؤمل ساعات طويلة من يومه على بسطته التي يعرض فيها سلعا رخيصة الثمن، يؤمن من ورائها رزق عائلته. اختار لتجارته المتواضعة مكانا بين جموع المحتجين ضد الحكومة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. مش عايش علي البسطيان، وين اروح؟ جاي ابيع اعلام وابيع هاي الشغلات حتى اوكل جهالي، وين اروح انا؟ لا تعيين، لا وظيفة، لا راتب، منين نجيب؟ احسن من نروح نبوق نسلب نشتغل هنا احسن. قريبين هنا وبالحلال، عيشة بالحلال احسن. هذا الشاب أكمل تعليمه الجامعي قبل 4 سنوات منتظرا فرصة عمل تأخرت كثيرا كما يقول، مثل ملايين من أقرانه العاطلين عن العمل الذين توثق الإحصاءات الرسمية عددهم ب5 ملايين على الأقل. شهدت مؤشرات البطالة يعني ارتفاع أيضا في معدلها، يعني كنا ب 2013 كانت نسبة البطالة 10.8%، يعني تقريبا 11%، اليوم نسبة البطالة في العراق هي 13.8 تقريبا 14%. فرص العمل غير متاحة أمام الشباب في القطاعين العام والخاص، عقد ونصف من الانتظار أمام أجيال من الشباب من الجنسين لم يزد خلالها سوى النقمة الشعبية جراء نسب الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة ومؤسساتها. موازنة العراق المالية تتجاوز 100 مليار دولار سنويا على الأقل في بلد يصدر 3.5 مليون برميل يوميا، لكن هذه الأرقام المشجعة يقابلها أداء حكومي لم ينجح خلال 5 حكومات في تفعيل القطاع الخاص. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد.